عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس صباح اليوم. المجلس وافق على توصية اللجنة المشكلة لفحص جدية الاستجواب المقدم ضد معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية وسعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة، وقرر المجلس عدم جدية الاستجوابين. على الرغم من توقيع 33 نائبا على استجواب وزيري المالية والطاقة في جلسة سابقة احتجاجا على قرار الحكومة برفع سعر البنزين، إلا أن المجلس اليوم يوافق على قرار لجنة فحص جدية الاستجواب التي قررت عدم جديته وبالتالي رفض استجواب الوزيرين. طبعا أنا من النواب الذين يركنون دائما إلى تقارير اللجان المعنية وذلك بحسب الاختصاص. اللجنة المعنية التي يعني رأت بأن الاستجواب لم يحظى بأسباب موضوعية كافية أوردت رأي، أعتقد بأن هذا الرأي رأي واضح، وأنا صوت على تصويت اللجنة. اليوم الاستجواب يعني آلمنا سقوطه، الحقيقة كان 33 نائب وافق على الاستجواب، وتفاجأنا أن في آخر في عرض الاستجواب في جدية أنه صار 15 اسم. المجلس النواب مارس صلاحيات الدستورية من خلال استعراض استجواب وزير المالية وزير الطاقة على مجلس النواب وإحداث التصويت. أيا كان التصويت الحاصل في جلسة اليوم فهو يعبر عن ما وصلت إليه مملكة البحرين من حرية التعبير، من ممارسة ديمقراطية متقدمة. وجد نظرنا ككتلة نشوف أن الموضوع والاستجواب ما كان وايد مهم، الموضوع أو المحاور الموضوع الاستجواب ما كانت محاور زينة، فعلى ضوء احنا صوتنا. واحنا اليوم يعني ما يخفى على الكل الوضع المادي اللي في الظروف المادية اللي في المنطقة مو بس في البحرين، وهذه قرار لابد كان منه. وفي سياق منفصل استعرضت الجلسة رد الحكومة على السؤال النيابي حول عدد غير البحرينيين الذين تم توظيفهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة. نحن في مملكة البحرين توجد لدينا إعادة ترشيد وتقشف في الأمور اللي هي تكون في المملكة، ودائما احنا ننظر ان احنا استثمار العنصر البشري في مملكة البحرين والمواطن اولا في احلاله في الوظائف كما نص عليه دستور مملكتنا، كما ارشدنا ايضا جلالة الملك المفدى في كلماته السامية: لا خير في تنمية دون عائدها على المواطن. وفق الارقام التي ذكرتها في اجابتي على سؤال سعادة النائب، نحن نتحدث عن نسبة 1%، أقل من 600 شخص تم توظيفه خلال عام 2015 في الحكومة، وإجمالي عدد موظفين الحكومة يتراوح يعني رقم متحرك ما بين 48 ألف إلى 50 ألف، فالنسبة أقل من 1%. لا يتم الإعلان خارج البحرين أولا عن أي وظائف شاغرة قبل الإعلان عن ذلك في الصحف المحلية وقبل الاستعانة بمركز معلومات الوظائف بدون الخدمة المدنية. كما وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن الضمان الاجتماعي والذي يهدف إلى وضع تعريف واضح لمفهوم الحد الأدنى للمعيشة بأن يكون مقررا من الوزير المعني بما لا يقل عن 350 دينار. فيما أحال المجلس الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.